عبد اللطيف بيه انا لا اعرفه ولا عمري شفته ولا عايز منه حاجه ولا ليه مصلحه. الراجل ده عمل للرياضه وللرياضيين اللي محدش عمله. الراجل ده بقى فاتح بيوت ناس غلابه كتير محدش حاسس بيهم ولا معبرهم. كفايه من فضلك ما تضيعش الثواب بقى. لا سيبني اتكلم. انا لو قعدت احكي من هنا للصبح مش هوفيك حقك يا استاذ. انت راجل ولا كل الرجال. انت المفروض يتعمل لك تمثال ويكتر من امثالك يا استاذ. كفايه من فضلك اقطع الخط عليك كفايه كده قوي. اذا كنت انا ساعدت حد والحد اللي انا ساعده ده يسعد 85 مليون مواطن مصري ما فيهاش حاجه ما تستاهلش اي حاجه. شكرا استاذ احمد. وناخد بقى اتصال هاتفي تاني. انا حسام المصري بطل بطوله العالم العسكريه للوثب الطويل، وانا متصل مخصوص عشان اقول لكم كفايه كدب بقى، كفايه ضحك على عقول الناس. الراجل اللي قاعد قدامك ده وعمالين تطبلوا له ومطلعينه السما راجل حقير وكذاب. احب افكرك بنفسي، انا لاعب الوثب الطويل اللي جيت لك المكتب النهارده، اللي رئيس الاتحاد كان بعتني ليك، وعملتني كاني شحات جاي اخد منك حسنه، وما اديتنيش اي حاجه، وانا اصلا ما كنتش طالب حاجه لنفسي. انا كنت رايح له عشان اطلب منه يساهم في عمليه لازم تتعمل لابويا كابتن حمدي المصري بطل مصر السابق، العمليه اللي لازم يعملها عشان يقدر يرجع يمشي على رجليه تاني. ثانيه واحده يا كابتن حسام. كذاب ده، كذاب ده، انسان مدسوس حد ده فعله فلوس عشان يشوحني قدام الناس دي كلها. كذاب كذاب، صفيق 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 مصطفى. ازاي الواد ده دخل بلادك؟ ليه سبتوه يتكلم؟ يا باشا انا بعد ما كلمتك سبت الكنترول ونزلت عشان اشوف الكلام عجبك ولا لا؟ بلا عجب دي بلا لينا، فين المعد؟ فين المخرج؟ يا عبد اللطيف ايه؟ الولد اتصل وقال انه مدين ليك بجميل وعايز يشكرك على الهوا، احنا قلنا نعمله مفاجأة حلوة لسعادتك، ما كناش نعرف انه انه قابض فلوس عشان يشتمني، انه قابض فلوس عشان يشوه صورتي قدام الناس، ده تعريض. يا عبد اللطيف ايه؟ يا عبد اللطيف ايه؟ انت حسام المصري؟ ايوه انا حسام. طب تعالى عايزينك. ما مين دول اللي عايزيني؟ هنقفني السمر على الباب. في ايه؟ تقعد عامل لي جريء قوي وتتطول على سيادك وتشتم الباشا يا روح امك. وحطيت لسانك جوه بوقك هقعدك على الكرسي جنب ابوك يا حبيبي. من فضلك لو سمعت، هو الكابتن حسام المصري ساكن فاني دور؟ هتلاقيه على السلم مستنيك. مستنيني على السلم ازاي يعني؟ يا ياد مالك الله يخرب بيتك، انت اتجننت ولا ايه؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. ازيك يا حسام؟ ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. الف اهلا وسهلا. معاذ الله يا باشا، انا مش مصدق نفسي، انا حاسس ان انا بحلم والله يا باشا. اتفضل. لما انت كنت نايم على السلم كده ليه؟ لا مفيش، ده وانا واقف بره دخت فوقعت على الارض. دخت؟ دخت ايه؟ ده انت مش شلفط. في حد كان بيضربك؟ حسام يا حسام، انت رحت فين يا ابني؟ انا عمال ادور عليك. ايه ده؟ كابتن حمدي. ناجي باشا، معقوله؟ خطوه عزيزه، يا اهلا وسهلا. انت ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ازيك يا ابو الكباتن؟ والله يا باشا انا وحسام ابني في سيرتك على طول، بيقول لي الراجل ده انا عمري ما شفت زيه في حياتي،
هو اللي رجع لي ثقتي بنفسي، هو اللي خلاني اخد الميداليه الذهبيه. ما هو ابني زي ما هو ابنك بالظبط. ده لينا الشرف يا ناجي باشا. مش هتفطرنا ولا ايه؟ روح اعمل لنا شويه فول بالقطه وحته جبنه، عايز افطر مع الكابتن حمدي. من عينيا يا باشا. ايه ده؟ مالك يا حسام يا ابني؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ده كان بيتخانق. بيتخانق مع مين؟ اصل انا كنت طالع على السلم فلقيته بيتخانقوا مع بعض، ضرب وشلاليت ودماغات وبنيات. قطعوا جابوا على الارض. قطع مين وجاب مين على الارض؟ اتضرب زين. عشان كده بقى كانوا نازلين ضرب فيك. ها مش فارق معايا ان انا اتضربت، انت شفت ابويا يا باشا ماله؟ راجل زي العسل. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. هيمشي ان شاء الله، هيمشي. هنعمل له العمليه وهيمشي وهيجري وهينط كمان. انت من اللحظه دي اعتبر نفسك بتشتغل معايا، ما تشيلش هم. هشتغل معاك فين يا باشا؟ انت اخر بطوله دخلتها كان رقمك 7 متر 20. احنا هنكسر الرقم ده، احنا عايزينه 8 متر. صعب ليه يا حسام؟ وصعب يا باشا، انما مش مستحيل. طب كويس، بدا مش مستحيل يعني ممكن تعملها. هو احنا داخلين انهي بطوله يا باشا؟ هي بطوله خاصه، اهم من اي بطوله انت دخلتها قبل كده، بس عايزه تدريب جامد وشغل كتير. وانا تحت امر سيادتك. طيب انت بكره هتيجي معايا شرم الشيخ، هعد عليك الساعه 6 الصبح تبقى جاهز بشنطتك. واحنا هنتدرب في شرم الشيخ؟ مش عايزك تسال كتير، ركز في النط اللي انت هتنطها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. Don't be worried, sir. Your wife was the best diver here. I don't care. She'd be the best diver in the world. She's been gone nearly 5 hours now, and she should be back here. She could have phoned me or something like this. Something's not right, you know? It's definitely not right, you know? Sir, ma laqtuhomsh bardo? Khadha wa raah fein ibn al-majnoona da? Hoy ma a'rafsh di tibqa mrat min? Da jouza mumkin yaqfil lana al-hotel. ده عضو الكونجرس الامريكي. ومراته السؤاليه يا محسن باشا كمان. الله يخرب بيتك يا ابراهيم، يعني ما لقيتوش الا ده تنزلوها الميه معاه؟ ما هو ما فيش غيره في الاوتيل اللي بيتكلم عبري كويس، وغير كده هي اللي شبطت فيه. وصل بسلامته. بس مش دي الست اللي نزلت معايا محسن باشا؟ التانية كانت لابسة مايو أصفر. انت كنت فين يا حيوان كل ده؟ يعني هكون فين يا ريس؟ تحت المايه. تحت المايه 5 ساعات يا ابراهيم. دي بنت حلال مصفي، ده كتب لها عمر جديد والمصحف.
اصلها فيصت مني تحت الميه وقعدت اعمل لها تنفس صناعي، الروح ردت فيها في اخر ثانيه. كنت بتعملوا ايه ده كله يا ابراهيم؟ كنت بوريها الشعب يا ريس، اصل المدام غاويه قراميط، كل ما تشوف قرموط بيلعب تحت الميه تتهبل. الزار ما عندهمش قراميط في بلدهم يا باشا. البحر الاحمر ما فيهوش قراميط يا ابراهيم. يا راجل امال اللي احنا شفناه ده ايه؟ الست اللي كانت نازله معاك كانت لابسه مايو اصفر وهي نازله الميه. المايو اللي كانت لابسه راح فين يا ابراهيم؟ يا نهار اسود ومنيل يا ريس، ايه التهمه الحقيره دي؟ انا اسرق مايو على اخر الزمن؟ انا مدي ايدي على حاجه مش بتاعتي ليه؟ انت فاهمني كويس يا صايع انت. الست دي غيرت المايو فين وازاي وليه وامتى؟ يا باشا ما الست طالعه قدامك هي لابسه المايو اخر احترام وجوزها استلمها، انت مزعل نفسك ليه؟ ما تكبرش الموضوع. المايو كان لون اصفر يا ابراهيم. كان ازرق يا باشا. لا اصفر. لا كان ازرق. اصفر يا ابراهيم. الله يخرب بيت ده مايو، ما يمكن لونه اتغير تحت الميه، اصل في مايوهات كده لونها بتتغير تحت الميه. يا ابراهيم، ابراهيم ما تصحش علينا يا ابراهيم. الست كانت لابسه مايو قطعه واحده، ده قطعتين. مش احسن ما انزل لكم بقطعتين واطلع بقطعه؟ الموضوع ده مش هيعدي على خير يا ابراهيم. ده جوزها عضو الكونجرس الامريكي. يا باشا انت حارق نفسك ليه وقاعد بتغل كده؟ يعني انت هتغير على مرات عضو الكونجرس اكتر من عضو الكونجرس نفسه؟ طب بص الراجل حاضن مراته ازاي؟ الراجل واثق في نفسه وواثق في مراته، ودي الحاجه اللي مش موجوده ما بيننا يا باشا، الثقه. بس هي امسك دي. تعمل ايه يا ابراهيم؟ خد يا فوزي. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ الله النيل الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا دي إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. ازيك يا باشا؟ وحشني. ايه هتحضني وانت مبلول؟ من فرحتي، ده انا مش مصدق عيني. يلا غير هدومك وتعالى لي، انا مستنيك في اللوبي. حمامه، فين ايامك يا باشا؟